بيت بلا لحم تصبح بلا دين. شو معناها بيت بلا لحم تصبح بلا دين؟ ما عندك شيء معناها ما تخش تقول يسوى يهود ويجايز لي يقول لك اعطيني اعطيني وانت ما عندكش. ايه معناها بيت بلا لحم بيت بلا لحم خير تصبح بلا دين. يجيك حد ولا يكلمك حد. يعيشك يا حاج. شنو هو اللي تبدل توا في وقتنا توا؟ لا بيت الناس هذاما مثل الفلاح هذاما ناس ملاهبين معناها كاين يبيش يبغي كاين مش يبيع الدم. ايه تلقيه ذا يتعدد. ايه وذا معناها كيما يقولوا من الحديث وذا تنتي قنع جبت حاجه. ايه استقنع فيه اللي جاب ربي فيه البركه. تجيك الكريونات وكيف انت تجيب حاجه شعر بين النار. صحيح معناها كيما الحديث كيفاش تضيع روحك وتضيع غيرك علاش؟ معناها الزوالي توا ما عادش قادر انه يعبي كرش. ما عادش مين الزوالي؟ الزوالي ليه يا ربي؟ وقت اللي كانت تونس تونس معناها انت يعيشوا 10 8 من الناس الزواله في جرتك انت وانت تعطي وقولي لا زيدهم ربي يبلغ لك الخيرات ويعطيك ما تحبي انت في فكرك. توا العبيد تبدلت بينت بعضها. اوه يكشف فيه قاعد يقول كان يا رئيس قاعد على نتاع الكرسي ونحن نكلموا بيه هو غنينا ويتخلد على قابلت واحد نتاع غنى. مازالت عباد هي سمعت بالله يا حسره بنت. قبل كانت العبيد تعاون بعضها وتعطي لبعضها يا بنتي قسم بالله جارك بحذا جنبك. ايه ما تعشي انت ما تعشي هو. ايه تعطي معناها كما الحديث معناها تدق وشوك تمشي تجري ليه. ايه معناها كما نقولوا تهز الزقل نتاعو تهز اللي ناقصه تهز اللي حاجته بها. ايه معناها من الحديث ماشي ياخذ. ايه معناها كما نقولوا تربى يقولوا مرته خذ لي شويه لحم ولا شيء ولا لا ما نجمش ناخذ الجار يشم الريحه معناها شو حرام عليا. توا اللحم ما عادش خالتين عليه. انت وين اللحم هذا يبيع بدوار ب 80 وب 70 ويبيع بكل لحم. قبل بقد ايه اللحم؟ اللحم قبل هزي بلا فلوس. بقد ايه؟ يبيع شي لبيله. يبيع شي لبيله هانو قدامك معناها 2 كيلو 3 كيلو شي لبيله مش تعطيه يقول لك فيه البركه. يا حسرة على وقت قبل. قال يا حسرة عليها معناها كما يقول الحديث توا مازالت هي البلاد هي كلها هلكها كالغنوش وهلكها النهضة هلكوها البلاد خلوها فيها وكي نشوف فيها كل شيء مدرقين وكي جماعة الأحزاب مدرقينه ويحبوا يبيعوا مارشنوار وأنا هما مخبينه في المخازن ومخبينه بكل شيء معناها مشمتين في كل يوم مشمتين في كل يوم مشمتين من زواري. هي مازالت عباد هي مازالت مستنية تهكا تشوفي كيفاش شوفي القرى على بعضها ضاربين صفة واحدة معناها تقاوري شد الدوري وقت اللي كانوا اليهود هنا ما اليهود ما ياخذ حاجة إلا ما ياخذ من تجارته ولا قدامه يجي يقول لها يا مسكينة شنوني عندك أنت؟ إيش خاصة؟ إيش تحبي؟ سمعت من هذه ياخذينها وتزيد يمدلها. عيشك يا حاج وربي يشد لك في صحة بدنك ويطول في عمرك. لأنك عايشك.